في أحلى مجلس شباب تزدان أغلى الوعود، نفتح لكم كل باب والبشرى فينا تزود، على فسيح الرحب نضوي سماء الوجود، أزكى الأماني العذاب من كل خاطر تجود. في أحلى مجلس شباب نلقى الحكاوي العجاب وتفوح عطر الورود، مجلسنا بالخير طاب والفرحة فيكم تعود. في أحلى مجلس شباب تزدان أغلى الوعود، نفتح لكم كل باب والبشرى فينا تزود. في أحلى مجلس شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مجلسكم مجلس الشباب. في كل مجلس نتنقل من موهبة إلى أخرى، من مبدع إلى آخر، من تخصص إلى آخر. في هذه الحلقة وفي هذا المجلس سنتعرف على تفاصيل مختلفة عن السياق بعد الفاصل، حياكم. في أحلى مجلس شباب تزدان أغلى الوعود، نفتح لكم كل باب والبشرى فينا تزود، على فسيح الرحب نضوي سماء الوجود، أزكى الأماني العذاب من كل خاطر تجود. في أحلى مجلس شباب نلقى الحكاوي العجاب يا مرحبا ومسهلا وحياكم الله في هذا المجلس. نرحب بلاعب الخفة المعروف الأستاذ عبد الله العيادة. يا مرحبا ومسهلا سعد. يا هلا وغلا، صراحة أنا سعيد إني أكون ضيف وإن شاء الله أكون خفيف الظل في هالبرنامج مجلس الشباب، وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة. تراني اليوم والله يخوفوني منك، في ناس وصوني قال انتبه. لا الخوف ان شاء الله مو موجود، ان شاء الله المتعه موجوده. المتعه اجي توعد خير ان شاء الله. اكيد اكيد. وكذلك نرحب بضيفنا الثاني الممثل والناشط في السوشيال ميديا الاستاذ ساير النهار. يا مرحبا ومسهلا. حياك الله. الله يسعدك ان شاء الله، سعيد جدا بتواجدي معك انت واخوي عبد الله. ما هو اقول خفيف ظل لانه بيقول ثقيل ظني، فخلها على تبي. يا هلا والله وسهلا، ان شاء الله نطلع بحلقه جدا جميله وممتعه بساطة حلوة. أبو نهار ما أدري أنت صح صحت، أنت جاي شكلك من واضع دربي وجهك النوم، أنت شك باقي ما صح صحت ولا إيش؟ ولي يبي لك لعبة خفة عشان تصح صح. نبي القهوة الله يحييك. القهوة يا شباب فشلتونا مع الضيوف، نبي القهوة. وين أبو صادق؟ خلاص يقولون جاية جاية. أبو نهار، بما أنك جبت طاري القهوة حياك، وش علاقتك بالتمثيل؟ ما له علاقة القهوة والتمثيل صح؟ القهوة؟ إيه القهوة ترى هي أنا أشوف أنها لها يعني إقبال طيب في السنوات الجاية. شو أسأل عن التمثيل راح يودين القهوة؟ أنت قول إيش دخلها يعني؟ ولا تبي أعلمك؟ أنا قاعد أحدث يمين ويسار، أبيك تصح صح 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 بسؤالك. إيه أبي بضيعك. أجين وين القهوة أبو صالح هو؟ أجي السؤال تاني. القهوة يعني. القهوة إيه. وش علاقتك بالقهوة؟ ولك استثمارات في لا. مجال القهوة. أنا أحب القهوة، كل شيء، كل واحد منا أنت تحب القهوة وأنا أحب القهوة، كلنا نحب القهوة وبس. بس أنت في الإجابة جيبوا لك قهوة ساير باقي ما صح صح. إيه لا لا. أبو وضحة يا حبيبي، متى بدأ شغفك واهتمامك في مجال الألعاب الخفة؟ والله بالصدفة جالسين تكيا، جاء واحد من الشباب احب امسي عليه اخوي جابر الضفيري. ايوه. سوالي خدعه، هو مو لاعب خفه يعني بكثر ما هو هاوي، فانا اخذت تاكل معي. قعدت تقريبا سنتين ونص الى ثلاث سنوات وانا بس اتفرج شغف، بس فضول لا اكثر ولا اقل، ما هو اللي ابى اتعلم، لا جت من نفسها. التعليم
سمونه سيلف ستادي، يعني تعليم ذاتي. جلست 3 سنوات تقريبا اتفرج، ما اسوي خدع، يمكن سويت مع اخوياي الخاصين مره، الى ان اتيحت الفرصه في كليتنا، كان في برنامج حق مواهب وكذا وضربت. وبعد هذه عام كم؟ عام نهاية 2013 تقريبا، نهاية 2013. جميل. أنا بديت 2010 أول ما دخلت الكلية بديت، لأنه كان فراغ، فعن وقت الدراسة يعني الكورة كان الوقت الثالث اللي هو متابعة الأمور هذه. تطورت المرحلة بشكل لا إرادي، مجرد شغف بدأ ينمو ينمو إلين صار احتراف الحمد لله. طيب حلو، حنا بناخذها مرحلة مرحلة. أنت تقول بديت في 2010 وبعدين دخلت في مسابقة تبع كليتك اللي كنت أدرس فيها. نعم. نعرف الكلية وشي؟ كلية الجبال الصناعية. جميل. أي نعم. ودخلت في مسابقة وحققت فيها مركز. حققت فيها مركز متقدم. حلو. وبعدها الفترة هذه كيف قدرت يعني تطور من هذه الموهبة؟ من بعدها صارت صرت أقدم عروض سواء في الجبال، كانوا أيامها الكلية كانوا مضبطيني، فهمت؟ أي ضيوف الكلية كانت الأمانة واجهة الكلية، فأي ضيوف أي أمور يجون كشافة من مدن ثانية، عبد الله يادف الوجه على طول، عرفت؟ نوريهم شوفوا this is our talent، يعني مواهبنا وزي كذا. بعدها أنا مسكان حفر الباطن، فكان أي محفل في حفر الباطن أنا موجود، إلى أن تقريبا 2015 بعدها وقفت أمور العروض المادية واتجهت اتجاه آخر. طبعا حلو، احنا بنرجع للاتجاه الآخر وش هو بالضبط وتفاصيله، لكن نبي نعرف بدايات السوشيال ميديا والتمثيل مع أبو نهار. صح صح ذلحين؟ اي انا مصحصح ولا باقي لازم قهوة؟ ترى قهوتنا تطبخ على نار هادية، قهوة صاحية ترى. اضرب عطنا بس. هياك. اولا انا بدايتي طول عمر السلامة تقريبا من يوم دخلت اولى ثانوي. جميل. وانا عاشق للمسرح، تمام. قبل الثانوي كنا عاد نسوي بالمتوسط والابتدائي المسرحي حق المدرسة هذا، لكن بديت بالثانوي والحمد لله. في أدوار معينة تتفضلها، أداء معين في المسرح؟ بتاع كله. بتاع كله؟ بتاع كله، نفس قهوتكم حنا الحين. فمشيت دخلت مسرحيتين في مركز المكفهات الثقافي، سويناها مع المخرج خالد الضويحي ومعنا كثير من الزملاء ما شاء الله اللي الآن لهم يعني ضوء ساطع. نعم. مثل من؟ مثل مشعل حماد الإسباني ما شاء الله، كان هو معي في المسرح، هو الألماني شاري عبد الله، كانوا اثنين موجودين. أنت 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 سعودي الوحيد، هو ألماني وإسباني وأنت سعودي؟ لا هو مسوي يعني لا أنا بيعرف، أنا كلهم سعوديين ولكن هذه ألقاب. ألقاب ألقاب. إيه ما تعرف أبو حماد؟ لا بس أنا بنوضح، أنا أعرف بس هل مشاهد يعرف ولا لا؟ معروف مشعل حماد ما شاء الله، معروف بالكونيا اللقب حقه، الألماني والأسباني والسعودي. نعم. مساي. فكانت يعني تجربة جدا جميلة ناجحة، اللهم لك الحمد معهم والحمد لله. يعني خطك في التمثيل؟ في التمثيل سكتشات في الانستغرام. متى اتجهت طيب للسوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا قلت لك أنا من بداية أولى ثانوي تقريبا، الآن لي 10 سنين. على المسرح؟ 10 سنوات أو 11 سنة. على المسرح والسوشيال ميديا. اي 11 سنة ماشي. جميل. ايوه. طيب الاهتمام في السوشيال ميديا ابو نهار ابو وضحى متى بدا؟ والله خلينا قبل لا نسولف، انا عندي ورقة هنا. ايوه اطلعها برا الموضوع هنا. بس هذه بس كذا بس بديت تتمارس؟ لا لا بس لا لا بس رميتها بس ما احتاجها. طيب والله شوف في السوشيال ميديا أنا شوي مقصر، مو لا والله مو شوي كثير والله. هو ناوي أدعس فيه ترى، في سؤال خاص في عرفت مقصر فيها كثير، لأنه عندي أشياء كثيرة أساسيات حياة عندي صح مبديها على أمور السوشيال ميديا. هذا اللي خلانا ناخذ نرجع نكسة ورا ترى. إحنا أهم شيء صراحة حياتك مالك بقى. شوف السوشيال ميديا انا اعلام، انا اقول احلامي روح
ويجي بداله. لكن حياتك الأول أساسية. صدقت. أنا رتويت 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 ومع ورقتك أنا. يا حبيبي. فأنا أقول لك يعني أنا عندي كانت أساسيات يعني أنا أقول لك لو نكون مسوي بلان على تصوير فقرة معينة ويطلع شغل الأهلي لا خلي الفقرة بعدين أو يكون في مناسبة خلي الفقرة بعدين. في أشياء أنا كنت أقدمها وإلى الآن الأشياء أساسيات الحياة أهلي أصدقائي الخاصين المناسبات لجماعتنا وقرايبي هذه كلها قبل السوشيال ميديا بلس أنه الدوام يعني بعد كان مقيدني شوي تواصلك معي التواصل فحاليا بديت أشتغل يعني تهتم أكثر في السوشيال بديت أهتم أكثر حضورك جيد ولكن جمهورك دائما على قولتهم يطلب الحضور صحيح فهذا أكثر كلمة أنا صراحة أواجهها أنه يا أخي أنت تطلع بق وبعدين تختفي وينك شوي تطلع لنا بحاجة قول لهم والله أنا اللي مقصر صح يعني في ناس تتابع يعني أروح في الشارع العام تعرفني بس وينك يا أخي أنت اختفيت وين الدنيا بك فأنا أقول أني أنا صح فعلا مقصر لأن ترى السوشيال ميديا يمكن أثناء حديثك ذكرته وأكده ساير في بداية حديثه اللي هو تحتاج نوع من التفرغ والتركيز صح إذا عندك أولويات أخرى عمل أسرة اهتمامات أخرى يصعب جمعها عشان كذا برضو ساير ما في أحد يعني يطلع بسرعة بم وكذا ثم عاد يستمر تلقى يطفي إيه أي فلا على حبة حبة تحرك أنت ابن لك احنا نبني انا وياك إيه نبني هذا هو لا انا للامانه شوف حتى يعني في السوشيال ميديا احرص كل الحرص انه يكون عندي محتوى اقدمه يعني انا عندي اليوم الفلاني الفقره الفلانيه اليوم الفلاني الفقره الفلانيه مجدول الان يعني انا اقول لك من بديت اقول لك فتحت السوشيال ميديا جدولت اموري يعني باليوم الفلاني لازم الفقره الفلانيه لازم تنزل ما نزلت العالم تجي وين الفقره وين الفقره فاحرص انها تكون نادره ممتعه ما فيها أي إسقاطات أو أي انتقاص من أي فئة من الفئات بالعكس تكون محفزة يعني الشخص لما يشوفها ويخلص أحط له تقييمك 10 من 10 انتهى الموضوع لو من الأشياء الجميلة في مسرح المسارح أن ذكرت قلت أنت أنا صاحب موهبة ولكني صاحب رسالة بالضبط فجميل جدا الواحد أن يكون مع موهبته رسالة احنا بنرجع لتفاصيل الورقة لا لكن ساير حياك وش ابرز المحطات اللي شاركت فيها غير السكتشات اللي تقدم هل هناك محطات اخرى ساير متواجد فيها مسارح معينه مشاركات معينه تلفزيونيه مسلسلات او انها من الاشياء اللي بتجي بعد فتره معينه والله انا طال عمرك كل شيء شاركت به ان شاء الله و وجودي على خفيف ما هو بذاك الزود على خفيف على خفيف شوي 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 يعني اما بخصوص المسارح تعرف انت عندنا هنا في المملكه انا اشوف المسرح ضعيف جدا ضعيف ضعيف جدا ضعيف المسرح هنا في المملكه ضعيف جدا قالوها فنانين قدامى قالوها ناس عمالقه اتفق انا مع كلامك وهذا ابو وضحه كذلك اتفق مباشره ولكن ما في مساحات المشاركه في مساحات بس انت ما تقرب لي لازم علاقة يعني لازم علاقة حبيبي كل مكان له علاقة لك علاقة فيه تاخذ مكانتك ما لك علاقة ما لك شيء طيب كويس انك عارف ان من مقومات النجاح انك تقرب من الدائرة دائما اصلا حتى يقولون اذا انت صاحب موهبة او تريد ان تطور نفسك في مجال معين اقرب من الدائرة نفسها انا معك اتكلم بس على المسرح طيب. المسرح حتى المسرح الان تعرف كله عصابات متجمعين مع بعضهم اوه انا اسميهم عصابات مافيا هم ايوه فعلا الله يوفق فيعني بسبب انك طلعت خلاص صرت سكتشات انا وزميلي حمدي بركان حمدي الفريدي نعم مسي عليه بالخير فبما انك ذكرت سكتشات في سكتش بدنا نشوف ايش رايك تروح يا خلونا نشوف السكتش هذا يشغلنا ايه صدقنا اليوم ايش رايك شكلك حياك حياك تفضل الله مبكر اليوم سابقنا ما شاء الله عرفت والله روحي صحيح الله احنا كابنا اليوم ما في جركه ما شاء الله جركه
هذا وش هذا السكتش المقطع؟ تعرف انت بعد يوم رمضان ايوه اكيد في واحد يكون هو راس المدفع يحرك الطاوله كامله يصب لك وكذا. طبعا هذا في جزء، هذا الجزء الثاني، الجزء الاول بقى الجزء الاول وينه؟ لا انت تبي الحلقه كلها سكتشات ساير. اجل انتم قصيتوا، فلذلك بعلمك. في واحد يكون موجود في الطاوله يصب ويحط ويعمل، احنا نبيه نحط اول واحد جاء اللي هو محسن. فنبي نضغط احنا، فللاسف هو ضغطنا، قام شرب عصيره ومشى. او صعب عليك. اي فيعني انت تهدف سكتشاتك هذه في رساله معينه توصلها. اي قصيره ما 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 هديه على قد شوي شوي. طيب هل السكتشات هذه تحتاج تصميم معين اداء عالي؟ هذه قديمه، هذه كم لها هذه؟ لها هذي ست سنوات؟ ما عاد ادري هي من الاشياء. إيه؟ انت اذا لك في المسرح 10 سنوات قديم. إيه. مره انتم مغبرين ما شاء الله، لكن هي جديده ترى. نجيب ابو طلعوا طاقوس في مشاهد جديده حديثه جميله. حق الطعوس ولا غيره؟ حق الطعوس طاقوس. هو بر وبحر وطعوس تلقاه موجود. عندنا أجب نرجع للسكتش نفسه. احنا اللي بنعرف سالفه الورقه يا ابو هذه الورقه ان شاء الله بنفتحها نهايه البرنامج. نهايه الحلقه بتفتحها؟ نهايه الحلقه بفتحها. طيب انا ما ادري ايش بديت اخاف منها. طيب ابو وضحى نبي نشوف حاجه كذا منك. طيب ما في مشكله. خلنا انا للامانه انصدمت انه مساحات كبيره فعشان ما اقرب. ايوه خلاص خلني اعطيك انا الجوال. حلو. بنسوي بحث فرعا عن لاعبين سعوديين. حلو. حلو. في جوجل عن لا اي لا فئه لاعبين سعوديين سواء معتزلين او غير ذلك. حلو. لاعبين سعوديين في جوجل بنحط الصور. كاميرا ايوه ممتاز. اوكي. ففيها كذا صوره، يعني فرضا لو اختار اللاعب المنتخب محمد البريك. حلو. غيره فرضا اسطوره ماجد عبد الله، يعني الصور مختلفه. حلو. كل اللي ابيه منك انه الحين خلينا نرجع من بدايه. خذ الجوال معك. حلو جميل. ابغاك انت تطالع في عيني. حلو. وتمشي. امشي الان. امشي. ابحث ابحث. متى ما انت بتختار ارتحت اختار وانت تطالع في عيني. قاعد تعكس عيوني لك ولا ها عنده؟ مستحيل. اخترت؟ لا بختار. اخترت الان. تكبرت الصورة؟ اتوقع ان تكبرت. اشوف. شوف تكبرت؟ اي نعم. عرفت اللاعب؟ كاميرا. عرفت اللاعب؟ انا لا اشوف اللاعب. طيب عرفت اللاعب؟ شفته؟ لا لا الشاشة. عرفت اللاعب؟ اي دقيقة. عرفت اللاعب؟ خليني اوري الكاميرا. لا 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 انا ما ابغى خليها، بنخليها الحين. انت عرفت اللاعب الحين؟ اي عرفت. طيب لاعب سعودي. حاول انك انت تراوغني، هل هو معتزل او باقي يلعب؟ حاول انك تراوغني. يعني حتى لو معتزل قل باقي، لو باقي قل معتزل. حاول انك تراوغ. تبي تصدق معي؟ تبي تراوغني؟ بعرف. اشوف انا رأي. اشوف انا عندي خبره بالكوره. اعطني طريق. شو رايك؟ شو اقول له؟ هذا موجود بعدين. ايه ها ايش تبي؟ موجود. ايه موجود. انا ابي اشد. شوف كم رقمه هذا؟ هو شو اسمه؟ عربي خاه. إيه أيوه هذاك. أنا ما صدقته. تسعة هذا. لا أنا ما صدقت. ما صدقتني؟ سبعة. طيب رقم. طيب شوف من دون لا تقول لي أنا راح أسمي لك لاعب واحد وأنا متأكد أنه 100% هو. الله يستر. هو لاعب هلالي يوسف ثنية. صح هو؟ أنا ما أعرفه سلامته، لكن هو هو. وري وري الكاميرا. لا مو هو. صدق وري الكاميرا. لا مو هو. مين؟ هذه؟ مين اللاعب؟ هذا هو محمد نور. محمد؟ لا شوف شوف. أيوة. بنعيدها مرة ثانية. طيب عشان ولا خلنا أقول لك. أنا بقول لك حاجة عن لاعبين الخفة. لاعب الخفة ما يقدم لك أي خدعة، خدعة واحدة ما يقدم لك إلا عنده 17 مخرج. حلو. فكان مخرجي أورق اللي قدامك حاطها كذا أنا لأي وقت من الأوقات. افتح ورقة. اوه
سايبنا وين سايب؟ القهوة بتطول يا لا 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 والله القهوة لا ما شاء الله عليه والله احتر جسمي ليكون متفق معك بالمايك شيء انت هذا ترى مخرج من المخارج ممكن اطلع لك اي مخرج ثاني من اي مكان انت قلت يا ابو فالح تجي بنمشي هنا ما عندي بقوة الله يسلم بس في هالحلقة انت قلت تفتح نهاية الحلقة والله انت اخترت براحتك ولكن تأكد اني انا قبل ما ادخل ان انت قعدنا نسولف ممكن انا اوحيت لك الحاجة ارسلت لك اي حاجه هذه اشياء لا اراديه من عندك انت اختيارك عشوائي ولكن تاكد انه في فن اسمه فن الايحاء ممكن اني انا اوحيت لك انك انت لا. توقف باللقطه هذه ولا ومن التحدي ترى انا ما افهم في الكوره واجد ترى يعني فعلا كنت انا قاعد اقول انا ناظر احسب بالهلال الله يهديك اخي والله نشفت دمي انا خلنا نروق بجيب الكاوجات القهوه خاطر اخي بجيب القهوه بجيب القهوه انت الظاهر بدت تطلع العروق يا ولد شوف تطلع عروق انتبه ترى ساي ترى يخاف من ترى انا اهون شوي احنا وضعنا سمح ترى هو سحاب لعل المقدم خروع انا كم كوب موجود ترى حتى نحن نعرف خمسة أكيد لا لا ثلاث مش قصدك يعني وزارة فقيرة أكيد تشرب دبل أكيد هناك ثلاث حداك تعرف نوع القهوة طيب ولا ما تجي هذه لا والله صعب مالي حتى في حيل في القهوة أنا والله أنا رجال صراحة راعي شاهي راعي شاهي إثيوبي هذه ولا كولومبيا كيف؟ واحد محافظ للثنتين هذه لا بس إنه ترى حليب مراعي لا تكثر نيربانا يا قاعد تكشخ عليه لا شيء للاسف مقدم يحتاج له ربط شوي عبد الله طيب يعني اتوقع اللي واجهتكم كثير فبأسأل بطريقه مباشره جدا هذا السحر لا اعوذ بالله مش طيب كيف انا بقول لك هذا فن أي خدعة ممكن تشوفها في عينك تراها بالأول والأخير خدعة الرجل هذا تعب ممكن شهور ممكن سنين علشان يقدم لك الخدعة اللي بثلاث دقائق قسما بالله فيجيك بعضهم يستصغر الشيء لا والله فأنا أي شخص يستصغر الفن اللي أنا أقدمه يا رجل هذا عدو الأول لا أنت مبدع أيوه أنت ما استصغر أنت أي والله مو حلو يخليك تمشي على أصبع أنت تقدر تخليني انحف زود؟ لا هذه ما اقدر عليها لا عجل ما كان بالي بس اي لانه انا اتعب انا ادفع مبالغ انا اجلس بيني وبين نفسي ابتعد عن الناس عشان اقرا واطور من نفسي انا اجلس اتدرب يعني انا اعطيك مثال بسيط رسمه اقول لك هذه ارسمها ترسم لو تخطب شيء تاخذ وترمي يوم تطالع الاوراق المكان عندك كله هذا بالضبط اللي يصير لي انا مره من المرات الله يعزكم جلست وحاط جنبي الله يعزكم درام كذا وكل ما سويت حاجة قاعد أصنع لي حاجة بين بالأوراق قطعتها ورميتها خدت تقريبا ساعتين ونص طلعت زي كذا الدرام والكروت هذه كلها طلبية من برا فراحت بوجه خلاص يعني المسألة فيها ممارسة وتدريب ما هي أشوف مقطع هنا وأطبقه بكرة بالضبط أصلا أنا وضعي أشوف يعني تكون في خدع من برا تجينا كورسات أشوف الخدعة أوكي أنا عرفت الحين أساس الخدع يلا تعال جيبها على سيناريوك يا عبد الله لو يشوفها اللي صاحب الفكره بيقول هذا ابدع ليش لانه سواها بسيناريو مختلف 100% فهنا تكون احترافيتك بالمجال انك ما انت فاهم وحافظ مش حافظ مش فاهم يا سلام يعني في اساسيات ممكن في اللعبه الواحده والتكنيكات تعتمد على اللاعب نفسه يسمى الروتين اها انا وانت نعرف التكنيك روتينك يختلف عن روتيني فأي أحد نسوي الخدعة يقول هذه خدعة مختلفة عن هذه ولكن التكنيك واحد بس الروتين مختلف تدخل هنا ولا تدخلها في الفن هذا وتدخلها بالفن هذا لا وفي في في خدعة مرة قوية وكنت نزلتها في سناب شات جدا قوية وأنا استغربت حتى إنك نزلتها بعدين في حسابك الثاني لقيت رواج في سناب شات ونزلتها في انستغرام بنشوفها لكن بعد الفاصل يلا ماشي فاصل وراجعين في
في أحلى مجلس شباب تزدان أغلى الوعود نفتح لكم كل باب والبشرى فينا تزود على فس في أحلى مجلس شباب تزدان أغلى الوعود نفتح لكم كل باب والبشرى فينا تزود على فسيح الرحب نضوي سماء الوجود. حياكم الله بعد هالفاصل الجميل. ساير النهار وش الخلطات اللي تستخدمها حتى تنحف بهذا النحف ما شاء الله تبارك الله؟ ترى على فكرة بكون صادق وصريح، ترى هو قاعد يسألني كيف نحت، يلا سألتك يلا قول. لا قربت السؤال. الله يعطيه العافية، أنا ما استخدمت لا خلطات ولا محسنون، أنت اللي صنعت طعمك السؤال اللي ما شاء الله زيك. ما أستخدم خلطات أنا. مارس الرياضة؟ الرياضة؟ بالرياضة قبل تقريبا شهرين. كويس، يعني قبل شهرين أنا توقعت أكثر. لا حد لأن النتيجة واضحة. مخفف أكل. بس المخرج وينه؟ هو اللي قال اضبطكم بعد 10 ليله. على طاري الاكل والطبخ والنحف، ساير غير انه مقصر السوشيال ميديا انا بحط عليك واجد اليوم. ساير معروف ما شاء الله عليه انه عنده موهبه الطبخ واحيانا يطلع بقفشات وطبخات يصورها في حساباته. هل موهبه الطبخ موجوده عند ساير ويرغب تعزيزها وظهورها للاعلام ولا هو نفس؟ ما هو موهبه، هو نفس. أنا من يوم صغير مع أبوي من الجنة كان يطبخ لي، كنت أطلع معه وسافر معه وجماعة، فكنت أعشق شيء يقدمه أبوي من أنواع الطبخ بشكل عام. فأول طبخة تعلمتها معه يوم أنه قاعد طبخ الدبعي. أيوة قاعد أنا أنظر عليه شلون يطبخ وكذا، فتعلمتها منه. فطبخنا أشتى اللي فات 18 ذبيحة، يعني أشتى كامل 18 ذبيحة مع زملائنا في المخيم. طبعاً قبل المخيم طبخنا في برنامجنا، برنامج حياتك 2 في البداية، تقريباً 4 أو 5 طليان كلها كانت مسكتة. وتخصصك في مجال الطبخ الشعبي يعني؟ لا بشكل عام كلها. أنا أحب الشعبي، اما شيء البروتوكولات الثانيه هذه. بس الطبخه مسكته ولا مداح نفسه يسلم عليك؟ اقول والله خلي عظيماتك تهجي ان شاء الله. اجي كذا اجي متمسك فيك انا وابو واضحه. خلت زين الامور وشوف النكشته. ها؟ اي بالله. شوف النكشته، ابد الذبيحه احنا اللي نشتريها. لا ايش دعوه؟ لا احنا اللي انا اللي عزمكم يا ما شاء الله. منعيني. لكن حدد وبد، طلع فريق الدعم، فريق شو اسمه التصوير ده، فريق الدعم ادراوي التصوير، التصوير ده عشان يوثقون الحدث الجميل هذا. بالعكس المفروض انت مجلس شباب تسوي لك مره في المخيم تطلع فكره. تم ولا تزعل. نعم. ولا تزعل خلاص، هذا وقعنا وقعنا صفقه مع ساير خلاص. زعل ابو واضحه، نبي تسوي لنا لعبه كذا خفيفه على ساير. انا بوديها لساير. اتوقع لاعب الخفه يزعل اذا قلت له لعبه، لانه مو بلعبه، هذا فن يقدم. اي لا تسمى لعبه اكيد بالارض. لا لا تغمز لي. يحوز. حنا ندور الستر على قولتك. الرحم. طيب ساير افتح جوالك، افتح حاسب الجوال. تكفى لا تدخل بالفلوس والدراهم. ولا ايش رايك ان نسوي؟ اي لا الدراهم لا 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 نسوي كونكشن بينكم او اتصال. فايز بعد افتح جوالك وافتح حاسبتك. هذه الحاسبه فتحتها يعني. شوف على طول كم 24000 ما شاء الله. انا ابي ابعد عن ساير. صفر الحاسبه. صفرت امه. ولحظه بسوي حاجه شوي غريبه ولكن فيها نسبه خطا، انه برضو انتم يا المتابعين او مشاهدين البرنامج حاليا افتح جوالك على الحاسبه ومش معي. اوكي حتى المشاهد، حتى المشاهد، حتى يلا المخرج. يلا افتح جوالاتكم خلينا نشوف نهايه عبد الله العيادي. طيب ايش ارجع للمخرج، كل واحد يختار الكنترول معانا بعد. والكنترول يلا خش يا مخرج اضبط. يلا كل واحد يختار رقم من 1 إلى 9 بس لا حد يقول. رقم 1 سجل اي رقم من 1 إلى 9 بس لا تقول لي اياه. ممتاز. توقعون ارقامكم متشابهه؟ مستحيل. طيب
نبي نكبر الرقم، ضرب ثلاثة يساوي. ضربناه في ثلاثة وضغطنا يساوي. بسيط، رقم ضرب ثلاثة، جدول ثلاثة سهل، زائد ثلاثة يساوي. أوكي. طيب آخر مرة وآخر مرحلة، ضرب ثلاثة يساوي. أوكي. ممتاز. طلع لكم ناتج عبارة عن رقمين، مستحيل إنه يتعدى أكبر. طيب شوف، يقول لك الأرقام عندنا نوعين، نوع زوجي ونوع فردي. فالأرقام اللي قدامكم يلي أنت قاعد تسمع صوتي، رقم فردي ورقم زوجي. طيب خلينا منها، ما أبغى أقول لك كم الأرقام، تخيل إن في بينهم علامة زائد. الناتج اللي قدامك رقم فردي ورقم زوجي، تخيل إن في بينهم علامة زائد. لا تطالعون بعض، خلك معي. أيوه. تخيل في بينهم علامة زائد، اجمع الرقم الزوجي زائد الرقم الفردي وخليه في بالك، لا أحد يقول لي. أنا عارف. أيوة. لا أحد يقول لي. تخيل إن هو. أيوة. ده إيش فيك؟ أقسم بالله بالعقال. أيوة. شلون شلون؟ لحظة لحظة، أنت مجمعت الرقم؟ هو جا... جمعته كنت بس 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 بس. أيوة. لا تقول لك إنه أول رقم هو. لا ما عندك ثني أنا هنا. لا لا، أنت مجمعت الرقم الحين. جمعنا. أيوة. الحين أنا ترى زعلان. طيب أنا بعد فرضا أسماء لاعبين برضو، بس بقول أسماء لاعبين. فرضا إن جمعت الرقمين وفي بالك رقم ستة، جمعتهم وطلع الناتج، أو فرضا كان الناتج 23. حلو. 2 زائد 3 يساوي 5، بخلي 5 في بالي. بعد لاعبين أقول لك رقم واحد كذا، رقم اثنين كذا. أنت إذا في بالك رقم 5 ناتج الرقمين، احفظ اسم اللاعب. طيب وضحت الفكرة فايز؟ وضحت. وضحت ساير؟ إيه. طيب ايش تبي تنام؟ اوكي، رقم واحد محمد الدعيع، رقم اثنين سامي الجابر، رقم ثلاثة محمد الشلهوب، رقم أربعة رضا تكر، رقم خمسة ياسر القحطاني، رقم ستة عبد عطيف، رقم سبعة سعد الحارثي، رقم ثمانية مناف أبو شقير، رقم تسعة محمد نور، رقم عشرة حسين عبد الغني. طيب احنا نبي الزبدة. اخترته الحين؟ ايوه. معانا. تذكر لما قلت لك حطيته الورقه حقت النكبات ذي؟ ايش؟ أيوه. اللاعب اللي طلع في ذا ظليت محمد نور. والله محمد نور. انا دي لازم اقرا عليها. طيب الرقم الرقم رقمين جمعتهم. ايه طلع قلنا تسعة. تسعة تسعة بس انه هلا شباب كلكم تسعة صح؟ تسعة شباب. والله يا ابو وضحى انت سبعة حسناتك ضعيفة والله. هي لها علاقة بالتأثير على الآخرين بالعقل ولا كيف؟ هنا تدخل فيها أكثر من نوع، اللي هو فن الإيحاء، فن المانتلزم اللي هو قراءة الأفكار، واللي أنا شوي متخصص فيه اللي هو قراءة الأفكار والتوقعات والتلاعب العقلي. أنه أنت كيف تجبر كم مشاهد الحين معانا، وعندي هنا اثنين أو ثلاثة، والكنترول كم شخص، أنه كلهم تجمعهم في نطاق أنك أنت تتحكم فيهم. تدري يا عبد الله سم، أنا حطيت الرقم بدون ما طالع أصلا، كان في شيء مسك يدي وحركه. ما أوره عظيم. وطلع تسعة. شو عندك أنت؟ مستحيل. لأنه شوف مثل الأمور هذه لازم تكون فيها نسبة الخطأ صفر. وتحدي إنك تتحدى عدد كبير، يعني كم شخص قدامك كلهم صح. لو واحد أخطأ أنت أنا فشلت بالخدعة. لو واحد أخطأ أنا أعد نفسي أنا فشلت بالخدعة، لأنه هذه حبكة أنا حابكها، ما حد يفص منها، من الأخير ما حد يطلع منها. هنا تكون احترافيتك وخبرتك. يا سلام يا سلام، ودي صفق لك، انت مبدع. طيب هذه خدعه، وبنشوف الخدعه الثانيه. نسيت الخدعه الثانيه. لا يلا خلينا نشوف المقطع هذا. يلا ماشي، وناخذ تعليق عبد الله عليه. هاي انا بيك تقول ستوب في اي مكان انت به. ستوب هنا، اسحب الكرت هذا. ايه اللي قلت انا اشوف. طيب الكرت حقك اللي هو هذا الكرت، شوف باخذ الكرت. شوف.
ساتر. انا داخل شلون؟ افتح السياره. افتح الباب. افتح الباب. لا مو صد. عاد هذه بعد يعني انا بروح للسؤال كذا نتوجه لسؤال معين بعد هالمقطع. احنا الحين لايف يعني كلنا والكنترول وقدرت ان تاثر علينا فعليا. صحيح. مثل هالمقطع هل في مقاطع تتفقون عليها مدروسه يعني حبكه دراميه؟ شوف انا دائما اقول الخدعة اللي خلف الكاميرا شيء ما ينوثق فيه، بس أنا منو أثق فيه؟ أثق في لاعب الخفة نفسه. يعني أنا الحين كم لاعب خفة الحين في السوشيال ميديا؟ واجد. أنا أعرف فلان وأعرف فلان وأعرف فلان. أيوة. وأعرف فلان وأعرف فلان وأعرف فلان. بعد هذه ملغومة. فلما أشوف حاجة منه قوية، أول حاجة يجي في بالي أنا أقول لك أنا أعرفهم محترفين. عندنا شباب سعوديين محترفين. أيوة. ولكن في بعضهم احترف يعني وصلوا مرحلة الاحتراف أمور مساعدة. مساعدة مثل إيش؟ تقصد اتفاقات. اتفاقات. ممكن بوجهة نظره، أنا ممكن بوجهة نظري كلاعب خفة محترف إنه غلط. ممكن المتلقي يقول ما همني اتفق ما اتفق، أنا تهمني المتعة. فهي وجهة نظر. أنا مو إنه هو خطأ 100%، لا أنا أقول لك وجهة نظري. ولكن مو معناته انه هو على غلط، انا اقول لك وجهه نظري. طيب انا ودي انك نختم هالنقطه بانك ما ذكرت الاحتراف، عطنا ثلاث اسماء شباب سعوديين تشوف انهم محترفين في المجال. تسمع لي تقدر؟ اعطيهم واحد. اعطيهم واحد. ايوه. احس انه بتسمع ولا لا انت؟ طيب نسمع منك وبناخذ ثلاثه من عبد الله. انت تسمع لي؟ قول. بدر بن هزاع اللاعب. هذا رقم واحد. مو رقم واحد يعني انت خيرتني ثلاث اشياء. لا كيف بتلحق ايش بقيت؟ لا انا بقول رقم واحد خلاص. انت الحين بدر ثلاث اسماء. اللي ياكل قزاز بدر ذاك. بدر بن هزاع. بدر معروف. هذا بنجيبه نخلي نشوف ياكل قزاز صدق ولا لا. شفت بدر بن هزاع هو اقدم الظاهر مو اكثر من البقيه، يمكن اقدم شخص عرفته انا في المجال. طيب كان في السوشيال ميديا صح. بدر من اقدم الناس. مثقل. طيب والاثنين البقيه؟ صالح العبيدي. صالح العبيدي وريان الدوسري او ريان الفضائي. يمديك تذكر ريان الفضائي؟ نعم والله. يمديك تذكر الرابع ترى؟ إيه نعم في رابع. يلا يلا في رابع. آه. في رابع. إيه. اخوي العزيز عايد العنزي. عايد العنزي. نعم. ما شاء الله. واحنا نمسي عليهم من هالمجلس ونرحب في هالمواهب في المجلس الشباب اللي يطير المجلس كله. والله نشف دمنا نشف دمنا جايه تبقى فوق. لا لو جو بعد بتشوف شيء أبلى يعني هم بعد ان شاء الله اني ما تعداهم. احنا كلنا على قولتهم ما شاء الله كلكم صف واحد وعينين براس يا حبيبي. سايد ترك بتطير انت بعد شوي، بس بعد هالمقطع اللي بنشوفه. شوفه سايد نشف دمك. طيب خلونا نشوف المقطع. اعطونا بس انت من 2018 جايب روح روح العشرة. طيب 2010 اعطونا. اول شيء نجاح جميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية بدون استثناء. الطلاب يا ابني نجحت ابني نجحت يا ادري يا ادري ادري شايفها شايف وانا 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 بعد نجح شايف الاعلان شايفه وش تبون بس انجاحها هي اعتمدوا نجاحها في الفصل الاول كلها اعتمدوها. ما في 500 ريال؟ يلا 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 انت اخوك يلا. طيب صل على النبي صل على النبي خذ 500 250. اللهم صل وسلم عليك. تكفى الفصل الاول كم جاك الفصل الاول؟ 500 اعتمدوها. لا يا شيخ يلا خذ اخوك يلا 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 ما فيك ترى ما اخذ قهوتي معي اخذ قهوتك يلا يلا كسرت كتف الرجال يوم طحت عليه، صح انه ما شاء الله ثقيل اوزان ثقيل لما انا احس معي. طبعا الزميل بدر الحافي هذا من الشخصيات اللي صراحه انا اتشرف اني اعمل معه. له ثقله في الاعلام. بدر ترى من ضيوفنا في الموسم الاول في عندي خبر. اسال الله له التوفيق، شخص جدا جميل ورائع. اما فكره المقطع انا قبل المقطع انا ودي ادخل في تفاصيل اكثر. المقطع خلاص شرح نفسه. طيب مقطع شرح نفسه بس انا ودي اشوف ما شاء الله انتم بدر ثنائيه جميله جدا. هذاك اثنيت على بدر انه مميز وانت مميز، ولكن هالثنائيه انقطعت ما عاد نشوفها لانه انا تزوجت ماني فاضي البدر راحي. انا كذا مره صريح ما شاء الله. بدر برضه بدر ما هو بيوم وليله عاد يوم
خلاص صارت في ثنائيه ثانيه بعد تواصلنا في الاتصال يكفي. اي والله ولكن تعرف اللي واحد يتزوج برضو انشغلت شوي. طيب حلو، كيف تجربتك انت بدر؟ ثنائيه تشوف يعني صنعتوها في السوشيال ميديا ولها حضورها بدر ايام الحظر اللي فات الله لا يعيده ان شاء الله علينا وعلى امين ان شاء الله. كنا يومي يوميا نتقابل مع بعض حنا ما شاء الله يومي نقوم نصحى نقول كذا الى رمضان نصلي نرجع ننام الفطور السحور نطلع نمشي نرجع ننام. طيب اوكي انت انقطعت عشان الزواج بدر ليه ما عاد بدر انقطع عنده بعد البرنامج حق هذا برنامج الواقعي اللي هو السوق برنامج السوق عند بنرجع تفاصيل بدر اكثر لكن من ذكرنا الواقع كيف تجربتك تقيم تجربتك في البرنامج الواقعي اللي شاركته في بداية قناة بداية تجربتي جدا ناجحة جدا جميلة استفدت أنا اللهم لك الحمد الشيء كثير تعرفت على شباب اللي كانوا معي أكثر من إخوان ما هو فعلا كانوا أبناء مو بإخوان لأنك ما أخذ الدور يعني حسب تواصل الفريق مع الـ مع زملائك في النسخة قالوا الأب الحنون في النسخة عشان كذا ما أديت موهبتك بشكل جيد. لا بالعكس أنا والله أديت اللي علي وزيادة. أوه أنا واثق من الشيء اللي أنا سويته ما بقى شيء فرنا حتى الدبال شرفنا معه روح يعني كانت تجربة كانت جدا ناجحة تجربة جميلة جدا والشخص الوحيد اللي يعني ثبت معي في خلف الكواليس بدر وسلطان العمل اثنين الثنائي دولي كانوا يتواصلون معي يعلموني سو كذا سو كذا سو كذا سو كذا وقت ما أطلع 24 ساعة فكان لهم فضل على سعيد. مقطعك اللي فيه الخفة هل هو مدروس مرة ثانية ولا وش التفاصيل اللي فيه؟ مستحيل يكون مدروس الحمد لله من فضل الله مستحيل أسوي أي شيء مدروس مدروس يعني فيه اتفاق لا الحمد لله بس انتشر وقتها ذاك الوقت خد على واحد من اللاعبين الخفة انه طلع في شاهي او اختار كرت وطلع في شاهي يا رجل حتى اي مكان اروح الواتساب عندي السناب عندي كل الرسائل اي احد من اخويا يقابله شفت الخدعة يا الله امتحنتونا ترى والله العظيم يا جماعة الخير ايش قلت الكلمة مدروسة مدروس مدروسة يا جماعة الخير قالوا ما يمصي ما يم الحين لما اتكلم معاك واعطيك الدليل هنا تقتنع رحت انا صورت الخدعة هذه حتى صاحبي فهد الشمري احب امسي عليه كنا جالسين في المجلس ولا كان ان مخطط اسوي خدعة جاي اتعلم قال عبد الله ابي شيء ما قد صار قلت وجت في بالي الخدع قلت تعال ايوه وين سيارتك؟ قال هذه قلت له طيب اسحب اي كرت طق دخل داخل السياره حتى انا حطيت سلو موشن علشان جتني قالت اذكرت موجود من داخل من اول في رجال منجضع في السياره وسوال ما في فتحنا الباب ما في احد الرجال انصدم صحيح فهنا جبتها لهم نفس الفكره جميل باحترافية الماجيك نفسه حلو حلو احنا ما عاد بقى منه وقتنا كثير اذا معك اوراق معك اوراق موجوده طيب ودنا كذا نختم بلعبه خفه باوراق طيب طيب بس خلها على ساير ايش رايك يا هذا يا ساير تم ما في خاف اقول لك مدروسه بقى طيب ما في مشكله لا نبي بعد المصور حبيبنا انا قلت بعد انا وعدته ايه يلا مين تختار المصور عبد الرؤوف عبد الرؤوف يلا عبد الرؤوف شاركنا الهواء اجل طيب طيب تبي واقفين هنا ولا وين لا لا ابد ابد تجي سار عندي طيب يلا. السلام عليكم سلم عليك هلا هلا طيب ايوه تجي ساير هنا تعال هنا ساير ولا ها ابد عندي الاوراق اوكي مثل ما انتم شايفين حلو مختلفين فانا ابغاك تقول ستوب في اي مكان هنا اسحب الكرت نفس الحكايه ساير قول ستوب ستوب هنا اسحب الكرت
أعطيني الكرت أشوفه، اللي هو الثلاثة وهنا اثنين، فعندي الحين الثلاثة وعندي الاثنين. جميل. أنا بجيب القلم بس دقيقة، بنوقع عليهم. من اللي يختار اثنين؟ أنا. أوكي، أمسك القلم، وقع الاثنين. طيب خلينا ناخذهم كرتين، هذه الاثنين وقعنا عليها مثل ما انتم شايفين. دقيقه دقيقه خليها توضح اكثر، رجع اوكي هذه اثنين واضح من الكاميرا، هذه جيبوها. ايوه اوكي حلو. وهذا الثلاثه كرت ساير، اعطيه القلم. اوكي طيب خلينا ناخذهم اثنينهم، فصار عندي الثلاثه كرت توقيع ساير، وبرضه عشان ما يطيحون الكروت اثنين. خلينا نرمي الكروت هذه. طيب عطني ساير ايدك وقرب ايدك. عندي الحين اثنين اللي عليه التوقيع، وبرضه الثلاثه عشان ما يطيحون الكروت، بخليهم هنا، واعطني ايدك من هنا. طيب قفلوا عليهم، فصار هنا في عندي كرتين صح، كرت الثلاثه وكرت الاثنين، وعليها توقيع وعليها توقيع وكروت مختلفه. ولكن ممكن اني وانا حاط ايدي عليهم، ممكن اني انا قاعد ابعث لهم اشاره. الكروت هذه ما كانت كروت عشوائيه بكثر ما كانت كرت حظ، فعشان اثبت لك اني انا قاعد اني اولف بين الكروت هذه، مجرد ما اني اطق بالشكل هذا ولما يفتحون الكروت راح يصير حاجه غريبه بالكروت. افتحوا يدينكم شوف الكروت ايش صار فيها، شوفها ساير ايش وش هو. تحولت الكروت هذه صارت كرت واحد، ما يمديك انك تفصل. شوف ما يمديك انك تفصل. تنشق خلينا نوضح. عادي عادي حاول انك تفصل، حاول. شوف شوف ما في ناظر، وين نفصل يا شيخ؟ جي 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 خلي بس انشق. لا مطبوعه على بعض صارت. اي شوف شوف قرب قرب هذه. ها حبيبي حبيبي شوف مستحيل انك صارت مطبوع عادي. تسمع حاول ابد ابد امزحها. خذ راحتك عشان توضح. خذ راحتك شوف صارت كرت واحد يعني. شوف شقيت كذا مستحيل انك تفصلها. فرق توفيق اخوي العزيز يا حبيبي. انا بقلب الخاتم. يا ساتر الخاتم حقك. الخاتم حقك هذا سحري. كيف الايحاء انت؟ ايحاء غرى هذا يعني ولا ايش؟ يا عبد الله ابو عياده. خدع ابو عياده. انا اقول خاتمك هذا ابو خدع. خاتم من يوم حطيته مسحه الكروت. الله يقويك ان شاء الله يا حبيبي انت. هذه ختام مثير من ابو وضحه. وقبل ان نختم خلينا نقول لكم سؤال الحلقه، وهو موهبه لاول مره تستضاف في برنامج مجلس الشباب وتشاركنا في هذه الحلقه، ايش الاجابه؟ هذه موهبه جديده في هذه الحلقه، اول مره نستضيف موهبه. خلينا موهبه استاذ ساير ممثل في المسرح، هل سبق استضافنا في مجلس الشباب هذه الموهبه او لا؟ وموهبة الأستاذ عبد الله عيادة لاعب خفة، فأي موهبة من الثنتين هذه لأول مرة نستضيفها في مجلس الشباب؟ مسهلين الأسئلة أنا عارف. والجائزة مقدمة من الأستاذ خالد الحقباني، قدرها 300 ريال بادر للشراكة المجتمعية إلى هذه اللحظات. شكرا أستاذ عبد الله. العفو. صراحة حلقة جميلة خفيفة، استمتعت أنا للأمانة، وإن شاء الله بعد المشاهدين استمتعوا. ولكن أنا عندي رسالة أخيرة، أطلب من جميع من شاهد الدعاء لبنتي وضحة بالشفاء العاجل. الله يشفيها. مصابة بالسرطان والآن قاعد تتعالج بالكيماو، فأسأل الله رب العرش العظيم أن يشافيها ويعافيها. آمين. وأطلب منكم الدعاء جميعا. آمين. الله يشفيها. الله يشافيها ويعافيها ويلبسها لباس العافية. وبهذه المناسبة أجل إحنا نهدي وقف انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دعوا مرضاكم بالصدقة، نهديهم سهم في وقف باسم وضحة وبنية وضحة في وقف سدنة القرآن لجمعية جمعية خيرية لتحفيظ القرآن في المدينة المنورة، وكذلك سهم لك أبو وضحة، وسهم آخر لضيفنا الآخر أبو نهار. أنا باسم والدي سمى باسم والدي اثنين. أجل أبشر بها لك ولوالدك. الله يغفر له ويتجاوز عنك. جزاك خير. وكانت صراحة حلقة خفيفة لطيفة جميلة، استمتعت جدا
مع اخوي ابو عياده. يا حبيبي كان اللقاء البارح على مفطح. ما كان صراحه محسوب له. وجدا اضافته الليله للقاء هذا. الله يرضى عليك، اسال لكم التوفيق. الله يرضى عليك استاذ ساير، ومره اخرى شكرا لضيوفنا الكرام، وشكرا لكم على هذه المتابعه. نتمنى ان كنا في مجلس ممتع مفيد كعاده مجالس الشباب. الى هذه اللحظات وفي امان الله. مجلس شباب تزدان اغلى الوعود، نفتح لكم كل باب والبشرى فينا تزود، على فسيح الرحب نضوي سماء الوجود.